انتهينا الى فكره، او يعني وصلنا لفقره المسلسلات، فقره المسلسلات او السؤال عن المسلسلات، لان المشاهد المصري بيتكلم فيها كتير. في ناس تقول لك ايه الملايين دي كلها، هي قنوات ليه بتعرض هذا الكم من المسلسلات في رمضان؟ ايه هي فكره او اقتصاديات المسلسلات؟ هو بحث عن حلول سهله تتصورها وكالات الاعلام اللي هي قدرت تحدد او مسار يمشي عليه المشاهد وهيتمرد عليه فيما بعد. يعني ايه قناه عامه تتحول الى 8 مسلسلات ورا بعض ويتعادوا 3 مرات؟ والمشكله اللي بيصرف اكتر في رمضان بيخسر اكتر. يعني مثلا عند السنه اللي فاتت انفاق بلا عائد، راح انفق مثلا 120 مليون جنيه، تلاقي مثلا جاب اعلانات 40 مليون. 350 تلاقيه جاب اعلانات 120، يبقى خسر اكتر. ويدعوا ان ده هيرتب لي الريتنج ترتيبي في الاكثر مشاهده، فشركات الاعلانات هتجري ورايا، وده مش صحيح. وفي نفس الوقت الذي يحدد المذاق والموضوع بتاع مسلسلات رمضان اصبح وكاله الاعلام، ووكاله الاعلام والكثير من المنتجين لا يقرأوا النصوص ولا يبعتوها لحد. دي فيها فلانه وده فيها فلان، مسلسل فلان، فلان ضرب السنه اللي فاتت وكان بياخد 3 4 مليون فيها نديله 20. وبعدين عملوا حكايه غريبه، اتفق اصحاب القنوات على ان يكون هناك سقف للسعر المسلسل 70 مليون. اوكي، بقى كل المسلسلات عند السقف، عند ال 70 وتحتها بشويه صغيره. ايوه بالظبط. دي حصلت مره مثلا مع الاستاذ عادل امام. اوكي، لكن اللي بعديه اسماء يعني ملهاش مقاس في سوق النجوميه بين 65 و68 وبقت قاعده. ده اسفاف. ليه؟ لان الدوله تخلت عن دورها في الانتاج الدرامي. قول لي على مسلسل وطني او تاريخي او يحمل قيم مسلسلات رمضان اللي فات ولا اللي قبله ولا بتاع السنه دي. لا يعني نقدر نقول انه في رمضان اللي فات بدات بوادر يعني. كان في مسلسل كده يعني اللي كان عامله جراند اوتيل، لا غير جراند اوتيل، كان لطيف، شجع السياحه زي الرئيس. لا كلبش كان مسلسل. انا قلت لك دي مسلسلات محاولات بتيجي فجاه وتنجح. فيبقى كلبش الجزء الثاني هنقلده تاني اضعاف تكلفه او سعره بتاع الجزء الاولاني، استغلال لنجاح الجزء الاول. ياسر جلال نجح. ظل الرئيس. اوكي، يبقى السنه دي بقى ياسر جلال ده في المقام الاول، مع احترامي ربنا. وده حلو لو اخدها على سبيل النجوميه، بس حضرتك بتقصد انه ما ينفعش تبقى على سبيل الارقام او من باب الارقام بس. برفع التكلفه. ما كان زمان في لجنه في اتحاد اذاعه التلفزيون اسمها لجنه الاجور، وكل سنه كانت بتعدل الاجور. فلان والله الحلقه في المسلسل كله مثلا 2 مليون جنيه، لا ده زاد كويس هنبقى 2 مليون وربع. فلان ده هيفضل زي ما هو. ده ايام المسلسلات العظيمه بقى بتاعت التلفزيون. المسلسلات العظيمه لما تلاقي مثلا رأفت الهجان باجزائه اتكلف 6 مليون جنيه بس جايب لغايه دلوقتي 60 مليون جنيه. هو بعيدا عن انه المقارنه صعبه، احنا بنسال حضرتك يعني انا بعتقد كده بنسال حضرتك اسئله كمان تبدو انها واسعه، فانا عايزه اروح بس شويه لاكثر تخصيصا. يعني استكمالا بس نقطه المسلسلات، يرجع دور الدوله في انتاج المسلسلات احيانا بيساء استخدام الفكره دي، فبيرجع دور الدوله للرقابه على المسلسلات مش في دعم المسلسلات. انا مش عارفه يعني اقدر اصيغها صح، بس اقصد اقول انه ايه الدور الحقيقي للدوله اللي يسيب مساحه كمان للفن والابداع. وهي الدوله دلوقتي
لو عايزه تتدخل في مسلسلات القطاع الخاص ما بتتدخلش. تتدخل طب؟ طيب. انا بس عايزه اعرف حدود دور الدوله في ان الدوله كانت بتنتج ومش حاطه قيود ولا عوائق امام القطاع الخاص ان ينتج. يعني التلفزيون المصري اخر سنه انا كنت فيها انتجنا انتاج ذاتي 10 مسلسلات وكنا شركاء مع القطاع الخاص لدعمه في 25 في 15 مسلسل لان هذه صناعه وراس حربه للقوى الناعمه المصريه اللي بتحافظ على اللهجه وبتحافظ على القيم وبتبرز الادب المصري واللهجه المصريه والقيم المصريه. كان ده دورنا واحنا كنا بنواجه المسلسلات التركيه والمسلسلات السوريه والمسلسلات الاوكرانيه ده كان دور دولة. طب مش مصمة ده ممكن ياخدنا لوضع برضو مالي سيء يعني النهاردة ماسبيرو لو فكرنا في ديون ماسبيرو وحجمها ممكن الناس تقولك طب ما ده كان بسبب انتاج اعمال مثلا غير تجارية او ما حققتش العائد الكافي فهل نسلم بالامر ان هو الشهد والدموع ما حققتش لا انا بتكلم على لا دي حاجات عظيمة ما حققتش. دي اعمال عظيمة أنا محمد رسول الله ما حققش حققت لكن في مرحلة ما بعد 2005 مثلا او 2000 في نهايات فترة مبارك كان بيتقال ساعتها ان الانفاق ده ليه ده كده ماسبيرو بيخسر ده هل نؤمن خلاص ونسلم ان صناعه الاعلام هي صناعه غير مربحه ولكنها مثلا هام او امن قومي؟ ماسبيرو تمام ده اعلام دوله ولا اعلام حكومه؟ دوله ده اعلام دوله له وظائف ان يحمي قيم المجتمع ان يحمي الامن القومي ان يحمي الاداب والاخلاق المصريه يرفع قيم الوطنية ده مش بفلوس ده دوره إنما ليس دوره أنه تجاري مش دوره أنه يبقى تجاري لكن ما يعمل حاجة ذات قيمة نرفع له القبعة ونقول له برافو عليكم وعلى المدى الطويل هيحقق لأنه حقوق الملكية الفكرية 50 سنة يعمل مسلسل كويس عنده 24 قناة 10 قنوات هيفضل يذيعهم وبيوفر وقت كبير وتكلفة إنتاج كبيرة المسلسل ده من أفضل الحاجات اللي تتحط مكان برنامج الله